الأخبار بخصوص موقع ريكس NFTs وأيضا مشاركة إثبات ساحب تقريبا $50 من الموقع، وهل الموقع لا زال يدفع وهل هناك فرصة للاستثمار في هذا الموقع؟ تعرف على كل هذه الأمور بداية، سنتأكد من أن الموقع لا زال يدفع وذلك من خلال سحب جديد من الموقع. سنذهب مباشرة إلى هنا، سنجد لدينا $46 في الديثر TRC20، سنقوم بالضغط هنا على withdraw وسنريكم هل الموقع لا زال يدفع أم لا. يعني الفيديو الآن يعني تستفيد منه كل شيء، يعني الجواب هنا داخل الفيديو. نقوم بتحديد هنا الديثر TRC20، ثم نتحدث ايضا هل الموقع يمكنك يعني تقوم باستثمار في الموقع، يعني هل لا تزال فرصة في الموقع ام لا. سنقوم باخذ 47 يعني المبلغ المتاح للسحب هنا، نقوم بوضعه في هذا المكان، ثم نقوم بسحب مباشرة الى هذه المحفظة خاصة ب يعني باينانس. سندخل الآن إلى باينانس ونتأكد من الأمر. نقوم ترون لدي $1.15 في اللايت كوين، لهذا سأقوم بخصمه من هذا المبلغ. إذا سنقوم بكتابة فقط يعني 46 مثلا هنا، سنقوم بكتابة $46 هنا، $46 هنا كده $46، ثم نقوم بالضغط هنا على السحب. كما ترى هنا تم الأمر بنجاح، نقوم بالضغط على بروسيس هنا ليتم الأمر مباشرة. سنتوصل ب $45.54 على محفظة اليو اس دي تي الموجودة داخل الباينانس. الآن سنقوم بالدخول إلى الباينانس ونتأكد من الأمر. نقوم بالضغط على هذا المكان الموقع الآن كما ترى هنا، تم السحب بنجاح. سنتأكد من الدخول إلى هنا كنترول بانل، ثم ننزل إلى أسفل هنا. نعم تم السحب $46 إلى هذا المكان. سنتأكد بالدخول إلى باينانس الآن مباشرة الإخوان أمامكم هكذا. نقوم بالدخول من خلال الكيو آر خاص بالهاتف. نعم نقوم بالدخول على لوجين وطريزين. نعم سيتم الآن الدخول مباشرة كما ترى في هذا المكان، سيعطينا الآن الولوج إلى الباينانس. نقوم بالضغط هنا على ديبوزيت طبعا، ونقوم بتحديد هنا اليو اس دي تي، سيعطينا يعني اخر عملية تمت الى المحفظة مباشرة. نعم كما ترون الاخوان $45 كما ترى هنا يتم تحقق منها الان $45.54 كما قلت لكم الاخوان، يعني هنا يعني 24/10/2022، يعني هذا هو تاريخ السحب الاخوان 24/10/2022 مع 12/10/42 كما ترون هذه المحفظة. وهذا المبلغ نفس المبلغ الذي قلنا في السابق أننا سنتوصل به. إذا سنقوم بعمل ريفريش عندما يتأكد الأمر هنا يصبح كومبليت. الآن سنقوم بالرجوع إلى الموقع هنا الإخوان وأريكم يعني كيف تقوم بإعادة الاستثمار. مثلا كانت لديك الأرباح هنا وتريد أن تقوم بإعادة استثمارها، فالأمر بسيط جدا الإخوان. تقوم بالضغط على هذا المكان، يعني نفس الطريقة الذي قمت به استثمار بها سابقا، يعني الأمر الإخوان لا يتطلب علم أو شيء من هذا القبيل، فقط نفس المكان. تقوم بالضغط إلى باي بيكيج، هنا تقوم باختيار يعني الوسيلة التي تريد أن تقوم باستعمالها في الاستثمار. المهم أن تقوم باختيار يعني المحفظة التي فيها الأموال، مثلا لايت كوين أو يو اس دي تي. بعد ذلك تقوم باختيار هنا البقعة التي تريد أن تقوم بإعادة الاستثمار فيها. لديك الأموال الآن في حساب تريد أن تقوم بإعادة الاستثمار من خلال الحساب الخاص بك، تقوم باختيار هنا From Account. هنا الإخوان سيتم خصم المبلغ مباشرة من 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 بالانس من أكاونت بالانس، يعني المال الموجود لديك داخل الحساب. ثم تقوم باختيار يعني الباقة. بعد ذلك تقوم باختيار هنا From Account، ثم تقوم بالدا مباشرة إلى Pay. بعد أن تقوم بكتابة المبلغ الذي تريد أن تقوم باستثماره مثلا $1000، تقوم بالضغط مباشرة على Pay وسيتم تأكيد الأمر. يعني شرحنا كيف تقوم بالاستثمار من الصفر في الفيديو الأول، سأضعه لكم أسفل هذا الفيديو أو يضع لديكم الآن في علامة الأيوة. هم الإخوان جميع العمليات التي قمت بها من داخل هذا الحساب كما ترى في هذا المكان. هل لا زال وقت للاستثمار في الموقع؟ طبعا الإخوان يمكنك أن تقوم بالاستثمار في الموقع، فالأمر يتطلب فقط 5 أيام. إذا أردت رأيي فقط، يعني أنت قررت أن تستثمر في الموقع وتريد نصيحتي، فأنصحك أن تقوم بشراء باقة مدتها 5 أيام فقط، لا تقوم يعني بإيداع مثلا أو تقوم بشراء باقة التي مدتها أكثر من 5 أيام. أتمنى لكم التوفيق الإخوان، لايك للفيديو وشارك في القناة، والسلام عليكم.